أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول في قوله منهما: كيف نعرف أنها للتغليب؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: في قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، في قوله منهما: كيف نعرف أنها للتغليب؟ أنها للتغليب. نعم، لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الأنهار وإنما يخرج من البحار، هذا هو الواقع والمعروف. نعم.